فيما يخص مرقه السمك حسوني عندنا زيت معجون طماطه اضافه الى الحمص مع البصل والثوم، يتقطع السمك ينغسل زين ينحمس بالتدريج، بعدين اخر الخطوات بعد اضافه المعجون بستغلي عندنا المرقه نضيف اخر العناصر اللي هو النومي بصره مع الاضافه، ممكن اكو البعض موجود عندهم الماجي السمك بس والبعض يكون ما موجود، في حال ما كان موجود نقدر نضيف القليل من الكمون والكزبره. اتمنى اكون جاوبت.